تحية لكم مشاهدينا. مثل ما تعودنا موعدنا كل نهار ثلاثة مع كاريتاس للإضاءة على عملهم، واليوم رح تكون جولتنا بإقليم بعبد الأول وضيفتنا رئيسة الإقليم السيدة فاديا براكس. مدام براكس، مدام فاديا، بدنا نرحب بحضرتك معنا اليوم. ميرسي، أهلا وسهلا فيك. لألنا استضفنا هون على البلاتو نور الشباب. مدام فاديا، نحن بالبداية لما منقول كاريتاس إقليم بعبد الأول، شو هو النطاق الجغرافي اللي بيغطيه الإقليم؟ بدي ضوي شوي على منطقة قضاء بعبدا، مؤلفة من أقليمين، أقليم بعبدا الأول دارنا، نحن مركزنا بفرن الشباك، وفي أقليم تاني، أقليم بعبدا التاني مركزه بالحدد. في كتير بيكونوا جايين لعنا وبيوصلوا لبعبدا، صرنا نحن ببعبدا وين صار المكتب؟ نقول له نحن بفرن الشباك. هلا المكون الجغرافي، نحن فرن الشباك مركزنا امتدادا لعين الرماني، الشياح، جسر الباشا، الحزميه، الطيونه، الغبيره، وصولا لحر تحريك. هذا نحن امتدادنا الجغرافي. نعم، يمكن بأقليم بغطي هالنطاق الواسع من المناطق، اذا فينا نقول شو هي اليه العمل داخل الاقليم او شو هي مكونات الاقليم؟ مكونات الأقليم مثل كل الأقاليم، عندنا الهيئة الإدارية مؤلفة من رئيس، نائب رئيس، رئيس، أمين صندوق، أمين سر، وعندنا بعض الأعضاء، عندنا عدد من المستشارين، في الأسيستان سوسيال مدام تانيا داوود، وعندنا الشبيبة، وعندنا الأمونية المرشد الإقليم. نحن هيدي الهيئة الإدارية عنا. نعم مدام فاديا، رح نتوقف نحن وياك والمشاهدين مع لقاء مع الأب جورج عكي، خدم رعية سيدة المعونة الدائمة فرن الشباك ورئيس أسبق لأقليم بعبدا الأول، نتعرف معه من خلاله كمان أيضا على تاريخ الأقليم، وبنرجع من بعده لنتابع سوا. أنا أبونا جورج عكي، خادم رعية سيدة المعونة الدائمة فرن الشباك من سنة 1991، وبسنة 1991 يوم اللي استلمت الرعية كان في خوري قبلي مساعد لرئيس إقليم بعبد الأول، رئيس فرع كاريتاس بفرن الشباك بهذاك الوقت. طبيعي جيت أنا محله بال91 و استلمت رئاسة الإقليم سنة 91، واشتغلنا مع الموظفين اللي كانوا موجودين، المساعدة الاجتماعية والسكرتير. كان مركز كاريتاس بيت قديم مؤلف من قطين صغار ومطبخ وحمام، والرئيس الإقليم اللي كان قبل اشترى هالبيت، يعني كان أول ملكية غير مركز كاريتاس تملكها كاريتاس على صعيد أقاليم لبنان كله، ملك كاريتاس. دونك بهال العمل هيدا صار في نوع من الاستقلالية والإنتاجية الأفضل بالعمل الإنساني اللي عم تقوم فيه كاريتاس. وتطورت الأيام، تجدد لي أكثر من دورة بالكاريتاس إلى أن صار في صداقة بين إقليم عبد الأول و بذاك الزمن مندوب دولة لوكسمبور بكاريتاس لبنان. كنا بلشنا نحن نقدم وجبات أكل للمسنين من بعد الحرب بال91، وبالطالع لما صار في سلام صار في هدوء صرنا نأمن وجبات أكل للمسنين اللي كانوا بحاجة فعلا من بعد هدوء الحرب لمساعدة لبيوتهم، والبعض منهم كانوا يجوا يأكلوا. كان بالبيت القديم برجع بقول في جنينة، عملنا الجنينة مطعم وصرنا نطعمي هالختيارية بهالجنينة. لما تعرفنا على مندوب لوكسمبور بذاك الزمن اسمه مسيو فرانسوا جاكوب، الله يوجه له الخير،
قال له شو بعد عم تشتغلوا هيك حرام، هذا أول مشروع إنساني إنمائي للإنسان بينعمل بلبنان عن طريق كاريتاس. لازم نعمل شيء يليق بالإنسان مش بجنينة أو بالستاند وراء. طيب شو رأيك؟ قال لي طالما عندكم هالملكية هون يا من نعمر فوقه صالة كبيرة لتصير مطعم للمسنين وينعمل مطبخ وإلى آخره، يا بدنا نلاقي طريقة تانية. بوقتها ولدت فكرة إنه لا نهد البيت ونعمر بناء حديث يجمع بين مركز كاريتاس، مركز ترفيه للأطفال للشبيبة، ونادي للمسنين ومطعم للمسنين. يعني صارت القصة بخمس طوابق بوقتها، وليصير في تمويل ذاتي للمشروع خلقنا كمان بهالمبنى ثلاث طوابق إضافية تيصيروا فويي للطلاب اللي بيجوا من القرى البعيدة أو المدن البعيدة ليتعلموا ببيروت بالجامعات تيستفيدوا من هالفويي، ومن هالمدخول الفويي نقدر نمول مشروع المطعم. تمام، ضلنا عم نفتش على الناس المتبرعين والكرمة بهالموضوع، وهيك صار تعمر هالمبنى وكبر وانتلى بهالفكرة هيدا بهالهدف هيدا. وكان في كتير تعاطف من قبل البلدية ورئيس البلدية بذاك الزمن والجمعيات والحركات اللي عم تتعاطى الشأن الاجتماعي انه برافو كاريتاس قدروا عملوا شيء يستوعبوا يستقبلوا هالمسنين ويلاقيلهم طريقة على الترفيه، طريقة على يقضوا وقتهم، طريقة على يستمعوا لموسيقى، طريقة على مين يجي يتحدث معهم يحكي معهم يسيرهم يفتح له قلبهم. لما صار المبنى كبر المبنى وخلص المبنى اجتمعنا عدة شركاء معنا بهالمشروع اللي قدمون، كان الهيئة الأوروبية المجموعة الأوروبية اللي ساعدت بمبلغ كتير كبير، دولة لوكسمبورغ كان في مندوب لها ومسيو فرانسوا جاكوب من قبل كاريتاس لوكسمبورغ شو لازم نعمل. طلعوا بفكرة انه بيتنا دارنا شي بهالمعنى تنغير اسم كاريتاس لوحده. طلعت دارنا بالنتيجة هي الأنسب، دارنا لأنه الناس عم تجي على بيتها، دارنا لعلنا مش لكاريتاس، لكل مستفيد من خدمات المركز. كان ربنا مبارك هذه الحقيقة، وإيد العذراء كانت حاضرة كأم لأولادها، واللي كانوا عم بيتناوبوا بالخدمة البركة فيهم كانوا من أهل الخير ومن أهل المحبة. يعني مدام فاضية، من بعد ما تبعنا مع بير عكة يمكن تاريخ تأسيس المركز وكيف تطور هيدا المركز، اليوم إذا ما نسترجع معي كم سنة مروا على تأسيس المركز وكيف قدرتوا وكبتوا هيدا التطور وحفظتوا عليه؟ المركز مثل ما قال بير عكة تأسس سنة 91 بعتقد، شي 30 سنة مثل ما ذكر انه كانوا بقطتين وجنينه يقعدوا يطبخوا ويطعموا المسنين، وتقدم صارت بنايه. هو اهم شيء ركزوا على دارنا للمسنين. نحن المنطقه بتعرف منطقتنا فيها كثير هلا زادت الفقر وشعبيه وكبيره، في عيال ما قدرت أمين لغدي هون لعشاءهم. نحن الله وصى بالكبير، الله وصى بالمسن، مشان هيك نحن شغلنا كله لحتى نساعد المسن ما نخليه يتشرد، لأنه الكبير إذا دهرته من بيته قلعته من جذوره قلعته من أرضه من محيطه، تعود على بيته تعود على جاره كتير صعب عليه، بتحس إنه نهار كله. يعني نحن بلشنا بلشوا أول شيء بالمطعم يطبخوا يطعموا المسن يومين بالأسبوع، بلشوا مع سلاد مع حلو مع الخبز، وبس يفل على البيت نأمن له حصة ياخدها لتاني يوم حتى تضل الاستمرارية كل يوم في عنده أكل. المشروع اللي حضرتك عم تحكي عنه دارنا هو أيضاً يلي ذكره بير عكة خلال لقائنا معه يلي بلش معهم
بسنه ال 91 تقريبا من بعد الحرب. مزبوط. صحيح؟ مزبوط. انتوا قدرتوا استمريتوا فيه لحد هلا؟ بعدنا لحديت هلا نحن مستمرين من سنه ال 91، بعدنا لحديت هلا بعدنا بنحافظ على المسن بيجي لعنا مثل ما شفنا هون. بيجي مش بس انه من طعميون، عنا نادي للمسن بيجي من بيته الصبح، في ستات البنيفول بيتابعون من موسيقى، بيشوفوا تي في، بيلعبون العاب ترفيهيه، طاوله، بيتبعون لساعة 12، الساعة 12 بيصير ترمي الغداء، بينزلون المطعم موجود بالطابق الأول، بينزلون على المطعم، بيكونوا الستات محضرين لهم الأكل، بيرفقون حتى بالأكل، بيسكبوا لهم الأكل، بيطعمون وبيعطون حصة تاني للبيت لحتى يضل في استمرارية الأكل لحتى ما يجوع أي مسن. وعنا كمان ترويقة مرة بالأسبوع كنهار خميس، بيجوا بس بيتروقوا ساعتين وثلاثة وبيروحوا. وهلأ بوجود الجمعيات والمطاعم عم بيفتحوا، في استمرارية كمان عم بيطبعون في يعني بقية الأسبوع، بيقدر المسن يأمن أكله. فرعك يمكن خلال لقائنا معه بيقول سميناه دارنا، للي بيجي لعنا يحس انه هيدي داره لإله كمان، انه دارنا كلنا سوا. قديش دائما بتسعوا لتحافظوا على هيدي الروح الموجوده من خلال الاسم يلي هي دارنا؟ كل واحد فايت لعندكم اليوم، كل مسن عم يلجأوا لكم اليوم يحس حاله انه هو فعلا ببيته مع عائلته. صدقني بس يجوا المسنين بيجوا بكير، ما هو الغدا الساعة 12، بدهم بس يفلوا يمكن من بيوتهم، في تسلية، بحس إنه هيدا بيتهم، بحسوا إنه نحن قاعدين ببيتنا. بيجوا اشتقنا لكم، صرنا زمان ما شفناكم، لو بصح لهم كل يوم يجوا يضلوا معنا ما بقولوا لا، لأنه نحن عم نحب الكبير، عم نبرز لهم محبتنا، عاطفتنا، عم نكون جنبهم، عم بحسوا بمين، عم بحس إنه الكبير في مين عم بيطلع فيه. هذا أكبر شرط للإنسان خاصة المسن، أنه يحس بوجوده بعده عايش، كرامته ما بتنهان، لازم نحن نحافظ على كبرنا. يمكن خاصة أنه في كتير منهم بيكونوا بوضع صعب، أو يمكن ما بيكون عندهم عائلة أو من عيالهم متخلية عنهم، إذا فينا نقول قديش يمكن هذا الشيء كمان بيعطيكم نوع من المسؤولية أنه أنتم تكونوا عم بتعوضوا لهم عن هذا النقص، يمكن إذا فينا نقول. في كتير عايشين لحالهم حتى لو عندهم أولاد، أولادهم ملتيين مجوزين عندهم عيال، يمكن بينسوهم. هلا ما في أجمل الكل أنا، بس في كتير بيقولون نحن عايشين لحالنا، يعني عندهم هالتنفيس أنه بيجوا على دار للمسنين، بيتسلوا، بياكلوا، بيقضوا تقريبا لبعد الظهر وبيفلوا. في شيء كمان بدي ضوي عليه، انه مش بس اكل وشرب، نحن عندنا ستات البنيفول بتبعوهم، بحمموهم للمسن، بغسلون لهم ثيابهم، بيلبسون ثياب جديد، بيقصوا لهم شعرهم، تقليم الاظافر كمان، بيكونوا عندهم مش بس نحن الشبيبه عندنا مشاكل، كمان عندهم مشاكل، بنسمع لمشاكلهم، بنحلل لهم مشاكلهم، بحس بامان الكبير انه في مين انا لمن بتسود في الدنيا، في مين الجأ له. نحن صدقني على طول حدهم. يوم الى جانب دارنا برعكي كمان ايضا ذكر بيت للطلاب يلي بيسكنوا فيه، وايضا شفنا مشاهد من اذا فينا نقول مطعم كمان بداخل الاقليم، حطينا اكثر عن هيدي المشاريع بالذات. وي نحن بكاريتاس اقليم عبد الاول دارنا عندنا بفويه للبنات، تقريبا عندنا 20 غرفة بنستوعب شي 25 طالبة، أكثر شيء الطلاب نحن اللي بينزلوا لعنا، على بينزلوا بإقليم عبد الأول، بيجوا من الأطراف، يعني بيجوا من البقاع، من الشمال، المناطق من الجنوب، المناطق البعيدة، بيجوا بدهم يكملوا جامعتهم، ما بيكون في الفرع اللي بدهم إياه، والأهل بيكونوا مبسوطين إنه بيعرفوا وين بنتهم نازلة، بتعرف كاريتاس بنت الكنيسة بيأمنوا لبناتهم، عندنا نظام لساعة 10، والبنات اللي بيجوا بيصيروا كتير أصحاب مع بعضهم وبيصيروا أصدقاء، وبيجي لعنا على الفويه أقليم عبد الأول ما بيعود يفل، بتعود. بدي أعطيك مثال، عنا ست قاعدة عنا صار لها شي 12 سنة، بتسافر بتروح على أمريكا وبتجي بتحجز الأوضة بتدفعها، ما بتحب تغير، بتقلنا هون بيتي، هيدا جوي، انتو أهلي، تعودت علينا. نعم. اليوم يمكن حكينا عن المشاريع اللي هن ثلاثة، إذا فينا نقول دارنا،
بيت الطالبات وايضا تيستي اذا فينا نقول بعد في تيستي. تيستي اليوم هالمشروع يمكن حسب ما شفنا بالصور جديد بعده. اليوم هالمشروع شو هي تفاصيله او اليوم ليش نعمل هذا المشروع؟ تيستي هو كان مطعم للمسنين. اجا بروجي نفذوه مثل ما شفنا على التلفزيون، طلع كثير تيستي الديكور والتغيير طلع كثير حلو. كمان رح نتابع شوي صور عن الموضوع. طلع كثير حلو. قلنا ليش مثلا بفلوا مسنين الساعه 12؟ ليه ما نستفيد منه عشيه؟ نستفيد منه عشيه، هون ستات المطعم حبوا يجوا يتروقوا ويعملوا جمعيه كمان، مش بس انه للشباب، فيهم اي ست بدهم يعملوا صبحية فيهم يجوا يقعدوا يتروقوا بتيستي. هون البير ميشيل عبود بافتتاح المطعم ورئيس الشبيب بيتر محفوظ. المطعم كتير كان من ديكور ومن افتتاح كتير حلو. مندعي الكل، الكل بده يعمل بيرثدي، بده يعمل غدا، بده يعمل صبحية، مندعيهم يجوا لعنا. اليوم هالمكان قادر انه يستوعب هيدا النوع من النشاطات اذا فينا نقول؟ هلا نحن ما هو ما بيساعد، نحن كنا على طول نعمل صبحيات، نعمل 100 ست تجي تشارك معنا صبحيه. بسبب وباء كورونا خففنا، ما عدنا عملنا. فيهم يجتمعوا مثلا 40 ست، فيهم يجتمعوا يعملوا صبحيه او بيرثداي، اكيد ما فيها العجقه الكبيره. اليوم مدخول هيدي المشاريع كيف رح ترجعوا تقدروا تستفيدوا منها؟ هل هي ايضا لنرجع نهتم بالمسنين او رح تنصرف على مشاريع اخرى؟ نحن مثل ما بتعرف عندنا الفويه، كان مدخول الفويه نقدر نغطي اطعام المسنين. كمان بدنا نضوي انه عندنا نادي بالموقع، عندنا نادي للسبور يفتحوا قبل الظهر وبعد الظهر وعشيه. كان عندنا مدربين متخصصين يتابعوا ايروبيك. عندنا دمشين، كنا كمان يطلعنا مدخول نقدر نأمن لهالمسن. ويجينا تبرعات كتير، بيأمنوا بكاريتاس، بيأمنوا بإقليم بعبد الأول، بيشوفوا نحن عم ندعم المسنين، في كتير بيجوا بيتبرعوا من دون ما ندق الباب. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع بعد شوي، ولكن قبل كمان خليني أسألك عن مختلف المساعدات يلي بتقدموها والخدمات يلي بتقدموها تجاه كل مين بحاجة وبيلجأ لكم. نحن خصوصا هلا بهالايام الصعبه اللي عم بمر فيها البلد من وباء كورونا والازمه الاقتصاديه، ما في بيت الا متأذى. في كثير عيال كانت عم بيشتغل الرجال والمراه، تسكر ظهروا من اعمالهم، ما عاد في مدخول يصرف عندهم اولاد، في مدارس، في منهم عندهم اطفال، عندهم حليب، عندهم كوش. نحن كاريتاس عم نساعدهم بكل الميادين. رح بلش عم نساعد حليب الاطفال، كل مين بيجي لعنا عم نساعدهم. في كوش كمان عم نساعدهم، نعمل لهم كوش للاطفال، كوش للادوت للكبار، الكبار بالعمر. عم نساعد برودوي اليمنتير، بيجوا بيسجلوا اسمهم، بياخذوا علب حصص غذائيه. وفي منهم كمان عم نساعدهم، ما تنسى كمان اجينا وباء كورونا، في كثير في كثير فاتوا على المستشفيات. يمكن عم نتابع سوا الصور هون من سوليداريتي. هون ايه مؤسسه سوليداريتي مشكوره كبير، دائما بتساعدنا. شبيبي على شبيبتنا على على يعني تم الاستعداد، تم الاستعداد. هن عم بيوزعوا، عم بيسجلوا الاسماء ووزعوا البرودوي اليمنتير. بيكون عندهم فرح ذاتي، بحبوا عمل الخير، لانه اللي بفوت بعمل الخير ما بيتركها، يعني هن بيكونوا حاضرين قبلنا. اليوم حكيتي ذكرتي قبل شوي وباء كورونا، قديش اليوم وباء كورونا ويمكن الضيقه الاقتصاديه يلي عم نتعرض لها كثير شكلت نوع من عقبه تجاه الاعمال يلي انتم بالعاده بتقوموا فيها، وكيف قدرتوا تخطيتوها؟ نحن اجت هاي الفتره اولويتنا لحتى كمان نساعد بوباء كورونا. كثير عالم عملت الوباء يجوا لعنا ساعدهم
بالبي سي آر، خاصة هون بدي نوه برئيس رابطة كاريتاس بير ميشيل عبود يلي هو كان مصر أنه نهتم بينصابوا بكورونا بكوفيد 19. نحن كتير اهتمينا فيهم، ساعدناهم بالبي سي آر، ساعدناهم بالأكسجين، في الأدوية اشترينا لهم الأدوية، أمينا لهم الأدوية. وبعدين ما ننسى في منهم فاتوا مستشفى، التكاليف كانت باهظة جدا، يعني المبالغ تطلع كبير، وأنجأ هني يمكن مشتروا بنادول كمان، ساعدناهم تفاتوا على المستشفى، عطيناهم مبالغ المعقول أنه نساعدهم. نعم، يمكن بسبب تردي الأوضاع على كافة الأصعدة، قديش اليوم زادت عندكم طلبات المساعدة؟ قديش حسيتوا اليوم للأسف بفرق بين طلبات المساعدة يمكن كانت السنة الماضية واللي قبلها وهيدي السنة؟ نحن كان عنا تقريبا قبل هالثورة وقبل الكوفيد 19 وقبل ما العالم تترك أشغالها، كان تقريبا شي 500 عائلة. من بعد الثورة ومن بعد كوفيد 19 وهالاقتصاد اللي انهار بلبنان، صار عنا بحدود 3500 عائلة بحاجة عم يجوا يطلبوا. صدقني في ناس كانوا مش محتاجين، كانوا هني يجوا يدعمونا، كانوا يجوا يقدموا مساعدات، عم يجوا مستحيين، بنقول لهم لا هيدا حقكم، هيدا حقكم، عم يجوا يطلبوا مساعدة غذائية. نحن مش بس مساعد، بنقدم برودوي اليمنتير، بنقدم إيجيان، بنقدم للكبير كل حاجاته، لأنه كل شيء غالي. كاريتاس عم تكون حد الفقير، حد كل مين بحاجة وبضيقة. اليوم بدي أتوقف عن جملة قلتيها هلأ، هيدا حقكم لكل مين يمكن بيجي بيطلب مساعدة. قدام مهم أن نضوي على نقطة أنه اليوم طلب المساعدة مش عيب، لأنه هيدا وضع على الكل، ويمكن في عالم يمكن عم تقدر تيسر أمورها أكثر من أشخاص بقوي، ولكن طلب المساعدة ما نوع عيب. أكيد طلب دائت في الدنيا، يعني شو بيروح بينتحر؟ أبدا، كاريتاس واقفة مع الكل. طلبوا منا، أي واحد بيجي، أي فقير بيجي مساعدة، ما منقول لحدا لا، نحنا استقبلنا الكل، دوينا، صرنا نروح ننبش مع نحنا مع كانة الرعاية، نقول لهم وإذا عندكم برعايتكم حدا فقير، حدا بحاجة، بليز ابعتوا لنا إياه. نحنا كتير نحنا وكهنة الرعاية كمان مشكورين، بتعاونوا معنا كتير، حدا بحاجة بتلفنوا لي دغري منلبيهم. ما لازم نقول لحدا ما في، حرام واحد اجى دق الباب لو منه مضطر مزبوط ومحتاج، ما اجى دق الباب وطلب المساعده. ونحن بنقول للكل نحن تحت خدمتكم. اليوم بالنسبه للحمله السنويه لكاريتاس، كيف عم تقدروا تشتغلوا عليها؟ مثل ما بنعرف الحملة السنوية كانت تنطلق بعيد بالمرفا للباك، لعيد الباك السنة، وشبيبتنا ينزلوا على الطرقات، يوقفوا على باب الكنائس، العالم تتبرع السنة، كوفيد 19 ممكن منعتنا، منعت الشبيبة ينزلوا على الأرض. في كتير بيجوا بدقوا الباب، انا افتكر جايين بدهم مساعده، بقول نحن جايين بدنا نتبرع. بعد فيها النخوه، بعد في العالم، بعد في المجتمع يلي نحن تربينا عليه، مجتمع لبنان في خيرين، بعد بقولوا لنا نحن جايين بدنا نتبرع. اليوم الايادي البيضاء قديش عم تعطيكم نوع من امل انه رغم كل الصعوبات بعد في اشخاص قادره تساعد غيرها، بعد في اشخاص حامله مسؤوليه غيرها؟ ليك ربنا ما راح يتركنا ابدا، ربنا نحن بنتكل على ربنا، وربنا ما رح يتركنا وما رح يترك العالم اللي بحاجه. بنكون قاعدين بدق الباب، او في ست تتصل عندي حصص غذائيه بدي اعطيك، هن بتاخذيهم نحن بنتمنى، او بكون جايين جينا تياب من برا جديد من فرنسا بتاخذون تياب يعني مش ملبوسين، بيجينا مساعدات للبيبيات، كابيشون تياب للبيبي بس يخلق البيبي. في ناس عندهم كتير مثلا بوسات تخت ما بدهم، هن بيكون مش مستعملينهم، بناخذهم وبنساعد العيال يلي بحاجه لهالقصص. قد ايه بتسعوا يمكن دائما انه خلال الموسم، وخاصه يمكن موسم الاعياد مثل الميلاد وعيد الفصح، انكم دائما يمكن رغم كل هالظروف تحسسوا العالم بفرح العيد؟ بهيدا نوال اللي مرق نحن معودين شبيبتنا بنعمل
حفله لخمسين طفل لصبي وبنت، وبيعملوا لهم اكتيفيتي وبيكونوا هالولاد كثير مبسوطين. اجا قبل نوال سنه وقول يا عمي منين بدنا نجيب لهم العاب، يعني اللي كان يتبرع العاب يعطينا العاب ما قادر، واللعبه صارت مكلفه مكلفه كثير، شو بدنا نعمل؟ ربنا اتكلنا على ربنا بالتليفون. ست لبنانيه منا مسيحيه اتصلت فيي قالت لي انا بدي اقدم، قالوا لي عندكم اطفال بدكم تعملوا حفله، بدي اقدم 50 هديه لطفل وطفله، بتعطيني الاعمار؟ انا قلت يمكن الروح القدس حل علينا، كثير انبسطت، اعطيتها تواصلت انا وياها واجت لعنا واجت شاركتنا بتقديم الهدايا هي وولادها، عندها بنتين صغار والولاد كانوا كثير مبسوطين، وعملنا لهم حفله وتاثرت من الولد يعبط الهديه ويصرخ ياي انه انا معي هديه، هيدا ابسط شيء للولد تقدم له هديه بنوال. يمكن اليوم هذا الشيء بيرجع بيثبت مره ثانيه اللي حضرتك انت عم تقولي انه اللي بيتكل على ربنا ما في شيء رح يوقف بوجهه. مزبوط. رح نتوقف ايضا انواكي والمشاهدين مع لقاء اخر مع السيده تانيا داوود المساعده الاجتماعيه بالاقليم اللي حابه تشاركنا بحادثه صارت معها خلال عمليه توزيع المساعدات، وبنرجع بنتابع سوا. يلا. في فترة كان في بروجي عم نوزع تابلت لعيال، وأنا عم تلفن للعيلة تجي تستلم، ما حدا يرد علي على التليفون، ما حدا يرد، أوكيبي أوكيبي أوكيبي، قلت أنا خلص رح، وكنا مزروكين بوقت يعني تاني يوم دغري لازم نوزعهم هول التابلت ويجوا العيال اللي عنا يستلمون، قلت أنا خلص رح حط حدا تاني محله. إلا بعد شي ساعة بدق التليفون بتقلي مدام أنت تلفنتي لي، أنا ابني كان عم يدرس على التليفون أونلاين وما قدرت رد. قلت لها انا ليه عم يدرس على تليفونك؟ قالت لي مع انه تليفوني مخربط وما في ومنزوع ومدري شو، بس قلت لها ما عندنا لا تابلت ولا ايباد ولا شيء بالبيت ولا لابتوب ولا شيء. قلت لها باي صف ابنك؟ قال ابي 3. قلت لها طيب ليك نحن شايلين له تابلت وبكره بتجي انت وياه بتجيبي صوره عن هويتك وبتستلموه من عندنا. قالت لي عن جد؟ ثاني يوم اجيت مع جايبه ابنها معها، قالت لي ما نايم كل الليل لانه بده ناطر يطلع الضوء امتين بدنا نروح امتين بدنا نروح، اللي هو جاي لعنا ليقول لي ميرسي، قلت له مش لاقول لي ميرسي، استلمها يعني انا وعم بعطيها للصبي، حسيت من عيونه هيك نور كانه مش مصدق مش مصدق، ثاني يوم بدق لي بتقول لي منيمه حده، يعني حسيت بهالفتره انه نحن عملنا شيء بسيط بس اثر غير 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 بهالعائله ما بعرف شو. انه يعني هيك شيء بسيط بتحسي انه تغيرت، عطى امل، عطى حياه، عطى ما بعرف يمكن نجح من وراء هالتابلت اللي ورح يضل يتذكر كاريتاس، اكيد رح يضل يتذكر هيك يعني، هيدي من ضمن الاشياء اللي كانت اثرت، يعني حسينا في تغيير بشيء وغير لي الفكره، غير لي فكرتي انه تابلت لا، انه تابلت لا مهمه، يعني حيلا شيء نقدر نعطيه بياثر ايه بياثر وبغير وبيكون له افاده اكيد. يعني مدام فاديا تبعنا القصه اللي حابه تشاركنا فيها مدام تانيا وهي المساعده الاجتماعيه بالاقليم، وشفنا يمكن مدى تاثرها حتى هي عم تخبرنا القصه. يوم قديش فعلا اوقات مساعده نحن ما بنكون عارفين قيمتها، ولكن تجاه الشخص الاخر قيمتها اكبر بكثير. بدي احيي مدام تانيا، هي المرشده الاجتماعيه عنا بالاقليم. نحن بالاقليم عندنا افتر سكول بيتابعوا الاولاد من بعد الظهر، في كثير اهل ما بيعرفوا يتابعوا اولادهم بعد الظهر، يمكن مش محصلين شهادات يقدروا يتابعون. اللي صار الدرس اونلاين، الام شو مع السلولر الصغير، اجى قال لي راحوا عيوني وانا عم تابع، حرام يقرب راحوا عيونه الاولاد، اجى قال لي واو انا كثير انبسطت انه اعطيتوني تابلت، مبسوط الولد مش مصدق، حتى الام مثل ما قالت تانيا الام مبسوطه، الاهل اخواته كلهم مبسوطين. نحن بنشكر هون رابطه كاريتاس لهاللفته الحلوه اللي ساعدت الاطفال لحتى يستمروا بدراستهم
لحتى ما يملوا، لانه على السلولر ما بيشوف شيء الولد، هو تابلت اونلاين. ما زياده كمان الدراسه اختلفت عن حضوره بالمدرسه، بس بسبب الظروف بسبب الوباء قدرنا نطفي شوي، ساعدنا الاولاد بهالشيء لحتى يقدروا يستمروا ويحصلوا علمهم. اليوم اذا بدنا نحكي شوي ايضا عن دور المساعدات الاجتماعيه بكاريتاس، اليوم شو هو دور المساعده الاجتماعيه بكاريتاس تحديدا باقليم بعبدا الاول، وشو هي اليه عملها؟ كلنا بنعرف دور المساعدة الاجتماعية، هي بتتابع العيال الفقيرة، بتفوت على بيوتهم، بتضوي عليهم، بتشوف وضعهم الاقتصادي المالي، وضعهم الصحي، في كثير منهم مرضى بنتابعهم، بنتقدم لهم الدواء، بتتابع مع الشبيبة، وبتضوي كمان مع كاهنة الرعاية. يمكن هي ما بتعرف عارف كل الاقليم انه بهالمحل في بيت فقير، انه هاي العائله في كذا. كمان نحن انا وياها بنضوي مع كهنه الرعايه وبنروح بنزورهم، لانه مثل ما قلت لك اقليمنا كثير صار فقير كثير. اليوم شفنا مع بير عكي كان عم يحكي انه بوقت الحرب نحن كنا حد الناس، بزمن الكورونا خبرتينا كيف كمان ايضا تكيفتوا مع الوضع الموجود لتقدروا تكفوا بهالرساله. مدام تانيا خبرتنا اليوم مع الدرس اونلاين كيف كنتوا عم بتساعدوا الاطفال بالايباد بالتابلت سوري. فاليوم قد ايه مهم من خلال مساعدتنا عطول نجرب نلبي حاجه الناس عن جد بعايزينها. ليك لو منا عايز الناس ما بتجي تطلب، نحن على طول وقفنا حدهم. بير عكي مزبوط ضوى على هالشي، يعني من وقت ما بلش اقليم بعبدا الاول لهلا ولا يوم تخازل، على طول كانوا متابعين، ان كان المسنين ان كان الاطفال ان كان وضع الاهالي يلي تابعين لاقليم بعبدا الاول، على طول بيعرفوا عيلة عيلة. وهلا زادت العيال، في عيال قلت لك انه كانوا يجوا يتبرعوا لنا، هلا صار بدهم مين يتبرع لهم، عم يجي بيطلب وبقول منين بده يروح يجيب. يعني الوضع، واللي عنده مصاري بالبنك البنوك كمان اخذت له مصريات وبكل اسف. يعني ضيقه اجتماعيه كيف ما برمنا في ضيقه اجتماعيه. نعم. اليوم مدام تانيا ذكرت انه يمكن هالطفل ما رح ينسى التابلت يلي حصل عليها. إذا بدنا نحكي ننطلق من هيدي النقطة كمان، لما الأجيال وخاصة الأطفال تربى على مساعدة من كاريتاس أو تعرف إنه هالمساعدة كانت من كاريتاس، قد إيه هذا الشيء بنمي عندهم شعور بالمسؤولية إنه حتى هن لما يكبروا أيضا يساعدوا بدورهم؟ الأطفال بس يجوا لعنا بيقولوا لي أنا بس أكبر بدي فوت أعمل، بدي فوت بشبيبة كاريتاس لحتى ساعد العالم مثل ما أنتم عم تعملوا، بدنا نساعد العالم. أنا هون بحيي شبيبتنا اللي كلهم نخوة، كلهم اندفاع. هني بيعرفوا مثلا عيال محتاجة بيتلفنوا لي بيقولوا لي في هاي العيلة بدنا نساعدها، في هاي العيلة بدنا نساعدها. عنا مسؤولة شبيبة دونا ماريا كوري كمان نشيطة وشبيبتنا، عنا أكثر من 35 شاب وصبية بيشتغلوا على الأرض، وشفنا اندفاعهم وقت 4 آب. يعني صار بالأشرفية شبيبتنا كلها نزلت على الأرض، كانت الجند المجهول، وقفوا حد الأهالي ساعدوهم بتوزيع الغداء بتوزيع المي بتوزيع، وقفوا حدهم نظفوا لهم بيوتهم، يعني لحتى يخلوا أهالينا بأرضهم، لأن ما في أصعب من الإنسان يترك أرضه، تعود على نفس المنطقة، تعود على نفس الشارع. كانوا السباقين الشبيبة، يعني شابو بقى. وجود الشبيبة بالأقليم كيف بينعكس على عملكم؟ الشبيبة هن أمل المستقبل مثل ما بيقولوا، هن اللي بيعطونا بوش أب. يعني مجرد ما نقول في بدنا نعمل بعيد كذا بدنا نعمل حركة بالإقليم بيكونوا هن السباقين، يعطيهم ألف عافية. وعنا كمان بالإقليم حركة مريمية بكل المناسبات، بتلاقيهم بشهر المريمي عملنا قداس وعملنا تطواف بتمثال العذراء بقلب فرن الشباك، وشاركوا معنا الأهالي، نزلوا بس شافونا عم نعمل الزياح، نزلوا الأهالي معنا على الطرقات شاركونا بالزياح.
من كل الميادين بتلاقي شبيبتنا نمبر 1. اليوم ذكرت انه اليوم يمكن خلال شهر العذراء كمان الشبيبه ما توارثت اذا فينا نقول عن انه تكون ايضا عم تحتفل بهذا الموضوع، قد ايه بتسعوا كون كاريتاس هو جهاز ايضا تابع للكنيسه انه دائما يكون في هذا الدمج ما بين العمل الاجتماعي والحياه الروحيه؟ بكاريتاس في هو جهاز الكنيسة، في كل أقليم في مرشد روحي بيتبعون، وهن أولاد مين شبيبي، هن أولاد مين، هن أولادنا، أولاد الكنيسة، أولاد الرعاية، تربوا على هالشي وربيوا وبعدهم كمان، واللي كبر واللي تجوز عم بيربي أولاده على القيم الإنسانية الروحية المسيحية الكنسية، ما ننسى هن أولادنا شبيبي. نعم، يوم بعد يوم قد ايه عم ينمى عندكم شعور المسؤوليه بانكم تكفوا هالرساله اللي انتم بلشتوا فيها وتسعوا دائما لمساعده الناس؟ ما بخفي عليك، مثلا بنقول هلا الشهر الجاي شو بدنا نعمل؟ بنضل عم نحط بروجي الشهر اللي بعده شو بدنا نعمل؟ على طول بنسعى تنضل واقفين حد المحتاج، لانه عن جد اللي بيفوت بعمل الخير ما بعد له قلب يترك، يعني بضل بصير يفكر شو بدي اعمل هيدا الشهر، شو بدي اعمل شهر الجاي، شو بدي اعمل، مين بدنا نتصل، في فلان هولي كانوا يساعدونا بنتصل، ما حدا بيقول لنا لا، كلهم بيبعثوا لنا. عدا انه المركزيه، نحن بنشكر المركزيه كاريتاس كل شهر بتبعتنا حصص غذائيه، بس العدد كبير، العدد كبير، وفي كثير كمان ناس بيساعدونا من برا، في كثير اصحاب، في كثير محبين، في كثير خيرين بتلفنوا بيقولوا لنا رح نبعث لكم كذا وكذا وكذا، انا بشكرهم والله يطول بعمره. مدام فاديا، بختام لقائنا اليوم مع حضرتك شو كلمه بتحب تقوليها؟ بقول انا للعالم كله اللي عم بتساعدنا، بطلب من كل اللبنانيين القادرين هون الموجودين بالاراضي اللبنانيه القادرين يساعدوا كاريتاس يساعدونا، ومن برا من بلاد الانتشار اللبنانيه القادر يساعد اهاليهم هون لبنان، كلهم اهلكم، ارضكم، ارض اجدادكم، كمان ساعدونا بليز، ساعدوا كاريتاس. وبتشكر كل الخيرين وبمدوا الايد بتشكرهم، وبقول لكل الشبيبه اللي حابب يفوت على كاريتاس بوابنا مفتوحه، اقاليمنا مفتوحه، اهلا وسهلا فيهم لانه انتم امل المستقبل. السيده فاديا براكس رئيسه اقليم بعبدا الاول بكاريتاس لبنان، نحن بدنا نشكرك على مشاركتك معنا اليوم ويعطيكم الف عافيه. ميرسي كثير استاذ انطوني، انا بتشكرك على هاللقاء الحلو والله يخليك. شكرا لك. مشاهدينا نحن ايضا بدنا نتشكر متابعتكم لنا، على امل اللقاء فيكم بحلقه مقبله، الى اللقاء.